قبل ما نتكلم على البطولتين اللي اتحققوا في ساعتين، وقبل ما نتكلم كمان على مشوار النادي الاهلي محليا وقاريا، عايزين نقف عند اللقطه اللي الناس كلها وقفت عندها، لقطه محمد صلاح مع مؤمن زكريا. شفت المشهد ده ازاي؟ يا سلام عليك، ده مقالي اللي نازل بكره في الجمهوريه بالصدفه، يعني انا مش متفق معاك على حاجه. ايوه، لقطه انسانيه جدا جدا جدا، فيها جبر خاطر المؤمن اللي هو، يعني من هو مؤمن زكريا في الملاعب، يعني نجم موهوب ومميز جدا، ووقف الصلاح معاه في كاس الاتحاد الانجليزي وبعد الفوز، دي يعني تاريخيه، لقطه تاريخيه ودفعة معنوية قوية لمؤمن زكريا. لمؤمن زكريا نفسه انه يعني يحس ان هو لسه يعني مكانته محفوظة عند الناس وما تنساش، ودي على فكرة مبدئيا وجهة نظر النادي الاهلي ومجلس ادارته ان هو في ظهر هذا النجم دايما. وصلاح وعلى قوته بالظبط، وصلاح كان يعني اكد يعني من ناحية اخرى ان هو انسان مصري صميم بوقفته جنب مؤمن، ولقطه الكاس دي كانت مؤثره جدا، انا الى حد كبير انفعلت معاها، وده مقالي اللي نازل بكره في نفس الحوار يعني. فانا شايف ان شاء الله نفرح بمؤمن زكريا بعودته قريب ان شاء الله بالشفاء الكامل يا رب، وندعو له ونتعلم من هذه اللقطة الجميلة اللي يعني هي تأتي في وقت يعني مهم جدا لمقاومة التعصب والسلوكات الغير جميلة اللي بنشوفها أحيانا في الملاعب، ودرس من نجم كبير محمد صلاح لكل لاعبتنا في ملاعبنا إن شاء الله.